أجواء باردة وأمطار متوقعة اليوم في أجزاء محدودة من المملكة، أما هاي الليلة رح تكون الأجواء أكثر برودة مع احتمالية هطول زخات من الأمطار. رح تسجل درجات الحرارة في العاصمة عمان 3 درجات والملموسة 0 مئوي ونسبة الرطوبة 86% مع احتمالية تشكل الضباب. رح ننتقل لدرجات الحرارة غدا نهاراً. أجواء شديدة البرودة وأمطار متوقعة في أجزاء متفرقة من المملكة، رح تسجل نهاراً 6 درجات بل رح تنخفض لـ5 درجات. يوم السبت والأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع استمرار الأجواء الباردة، رح تسجل نهاراً 9 درجات بل رح تنخفض لـ5 درجات. وهلأ رح نستعرض درجات الحرارة في المدن الأردنية. البداية رح تكون من المناطق الشمالية أجواء باردة وماطرة على فترات جرش 4 غدا 10، إربد وعجلون 3 درجات وغدا 9 درجات. المفرق 4 غدا 10، الزرقاء 5 درجات، أجواء باردة وماطرة وغدا 10 درجات. مطار ملك علياء والسلط 4 درجات غدا 8، مادبة 4 درجات وغدا 7 درجات. رح تسجل هاي الليلة البحر الميت 11 غدا 16 مع احتمالية هطول الأمطار، الكرك 4 غدا 8، الطفيلة 3 درجات وغدا 7 درجات. معان أجواء شديدة البرودة درجة 1 وغدا 10، العقبة 7 وغدا 18 مع احتمالية هطول زخات متفرقة من الأمطار، رويش 3 وغدا 13 درجة. ملخص الطقس خلال اليوم والأيام القادمة، أجواء شديدة البرودة، زخات أمطار متوقعة اليوم وغدا، ونحذر من تشكل الضباب. وهلأ رح ننتقل لدرجات الحرارة لمدن ودول حول العالم.